صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 74 لسنة 2023 بتعيين مديرين في وزارة الصحة وذلك بناء على عرض وزير الصحة جاء فيه يعين في وزارة الصحة كل من الدكتور محمد عبد المجيد علي العوضي مديرا لإدارة الصحة العامة السيدة فجر يوسف محمد صالح مديرا لإدارة الموارد البشرية والمالية